بسم الله وعلى بركه يا جماعه. يلا نرجع كده يا جماعه، ارجعوا ورا بقى، ارجعوا ورا يا جماعه بقى، ارجعوا ورا بعدكم ورا، يلا ورا يا جماعه، حضرتكم تكلموني عن أهمية المشروع بالنسبة لكم. هو مش حكاية إن احنا نكلمكم على أهمية المشروع، أي مشروع لكبار السن أكيد بيبقى مهم، بس احنا بالنسبة لنا أنا دايما بقول دي خطوة أولى، إن الفنان لما بيجي يكبر يحس بإنه مش لوحده، يحس إنه مطمن، يعني قاعد مع أصحابه، قاعد في مكان مش خايف. فكرة الخوف ده بالنسبة للفنان بيبقى كبير جدا جدا. حضرتك استاذ عمير. والله انا مبسوطة قوي، لان انا عموما يعني بحب فكرة انه الانسان لما في فترة التقاعد او الراحة بتاعته انه هو يكرم ويبقى يعني يرتاح صحيا ونفسيا، ويحس ان الناس قيمته وقدرته وبتريحه وبتسعى لانها تريحه. فمش قليل على فنانين مصر العظماء اللي حملوا لواء الثقافة والمعرفة والوعي يعني اجيال واجيال، انه في الاخر لما يحبوا يرتاحوا انه يلاقي مكان بيحترمهم، يحترم يعني قدراتهم الصحية والنفسية والعملية، ويبقوا قاعدين مكرمين فيه. فشكرا جدا لل يعني للإنجاز العظيم ده. كلمة بقى بمناسبة رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. مش هقول غير ان انا شخصيا هحضن المخام ده. عايزك تكلميني عن المشروع واهميته. انا ببارك للناس اللي هتسكن دار القوى الناعمه لرعايه كبار السن او المسنين من الفنانين، وبشكر نقابه المهن التمثيليه جدا بمجالسها السابقه والحاليه من اول ما ابتدوا زرع البذره في قيام دار زي دي، دار القوى الناعمه لكبار الفنانين، عشان كرامه الفنان في كل اعتبار، وده جزء من الحياه الكريمه. وطبعا بشكر دولة الإمارات المتحدة وخاصة الشارقة لمساهمتها في هذا المشروع الكبير جدا، الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة الحالي، كل الناس اللي تعبت بإيديها بشكل فردي، وكل المؤسسات اللي شاركت والأفراد اللي شاركوا لوجود هذا المكان العظيم اللي يضاهي أي مستشفى 4 أو 5 نجوم أو أي فندق 4 أو 5 نجوم. سعيدة ومبسوطة وهي موجودة داخل المساحة. المشروع يعني طبعا يعني بداية ممول في تفكير كريم من الشيخ محمد.